السلام عليكم، ازيكم باشمهندسين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم مهندس اسلام فوزي، والنهارده معانا مكنه واللي هي الاير كومبريسور او ضغط الهواء المستخدمه في كل الورش وفي كل المصانع. مفيش مكان بيخلى من الاير كومبريسور. طيب هناخد التركيب بتاعه او المكونات بتاعته، وهناخد الكنترول بتاعه كمان، لان ده الحاجة الاساسية بتاعتنا اللي هو شغل الاوتوميشن وشغل الكلاسيك كنترول. طيب بيتكون من ايه؟ بيتكون طبعا من موتور، وعندي هنا ضاغط، تمام، تانك، هنا عداد الهواء، وهنا بريشر سويتش يعني مفتاح ضغط، تمام. ده المكونات بتاعته. طبعا من الحاجات الأساسية معايا هنا اللي هو ضغط، تمام، الضغط ومفتاح الايه الضغط. مفتاح الضغط ده بيشتغل ازاي؟ هنعرف دلوقتي بيشتغل ازاي. طبعا هنا السير، في سير موصل الموتور، الموتور الشافت بتاعه والعمود بتاعه الدوران بيلف، فبيلف في السير، والسير يلف في ال والسير يلف في عمود، العمود ده اللي بيحرك البستم جوه اللي بيضغط الهواء زي كده. ده بس ده كومبريسور في 2 بستم، تمام، بيبقى بيدي ضغط اكبر، وفي نفس الوقت احسن، لان بيعمل المكبس اللي هو الكبير دوت بيسحب هو الهواء الاول، بعد كده يضغطه ويمشي في الماسوره دي، يتبرد، يحصل له كولنج، يدخل على البستن التاني ده، هيبدأ ان هو يضغطه ويدخله في التانك، وبعد كده يطلع على الايه الخارج بتاعه. طبعا انا عندي دي قلنا الكبير هو المرحله الاولانيه، والايه وده تاني المرحله التانية. ممكن يبقى عندي لوحه تحكم فيها اون واوف زي ما انا عايز، ممكن اعمل زرار تشغيل وزرار فصل، او ان هو يبقى يشتغل ويفصل اوتوماتيك طبقا للبريشر سويتش او مفتاح الضغط اللي هنتكلم عليه، اللي بيتحكم في تشغيل الكمبريسور او فصله عن طريق ان الضغط لو زاد او قل. ادي البستون من جوه اللي بنتكلم عليه، او المكبس، ده هنا الموتور، موتور واصل بسير في في العجلة اللي ورا، العجلة دي اللي بتحرك البستون يطلع وينزل. طبعا عندي 2 فولف او 2 صمام، وانا نازل والمكبس نازل لتحت بيسحب، الفولف ده بيفتح بيسحب الهواء، بيدخل الهواء هنا، وهو طالع ده بيقفل، والخارج ده بيفتح لفوق عشان يطلع الضغط الهواء المضغوط في الماسوره دي يخش على التانك. طيب التحكم بتاعه يبقى ازاي؟ التحكم بتاعه يا سيدي عبارة عن، لو هو 3 فاز زي كده، ادي الموتور من عند الموتور اهو، ادي الكابل ال3 فاز بتاعه. طبعا هنا عندي الموتور لا اما يبقى متوصل دلتا لا اما يبقى متوصل ستار، وخدنا الكلام ده قبل كده، واللي مش متابع ما تابعش الحلقة دي يرجع يتفرج عليها، التوصيل ستار والتوصيل الدلتا. طيب تمام، ادي ال3 فاز داخلين على 3 اطراف بتوع الاوفر لود ريلي، والتلات اطراف بتوع الاوفر لود ريلي اللي هما T6 و T2 و T1 هيطلعوا فوق، هيوصلوا في ال3 اطراف اللي هما دول بتوع الكونتاكتور، والكونتاكتور 3 اطراف دول لما بيشتغل الكونتاكتور بيجي عليه كهربا على الطرف الA1 و A2، بيبدأ يوصل في ال3 اطراف اللي فوق اللي هما متوصلين بال3 فاز، وال3 فاز ومتوصلين عن طريق مفتاح سيركت بريكر 4 بولز عشان الفردة الارضي اللي هي بالايه بالاسود دي. وعندي سنجل بول برضو سيركت بريكر واخد فيزة مدخلها على الايه النورمال كلوز كونتاكت بتاع الاوفرلود. هنتكلم بقى على التحكم بتاعه بقى ازاي. طيب انا دلوقتي الكونتاكتور ده عشان يشتغل لازم الملف بتاعه اللي هو الطرف بتاعه A1 و A2 يجيله كهرباء، صح، اللي هو يجيله لاين ونيوترال، تمام. طب النيوترال
اهو الارضي الاسود ده اهو واصل، واصل في النيوترال على طول. طب حلو قوي. طب عشان يشتغل الكونتاكتور ويوصل الكهرباء، ويوصل الكهرباء وتمشي وتروح للموتور عشان يشتغل، والموتور يشتغل ويلف في السير، فالبيستن او المكبس يتحرك ويبدأ يضغط الهواء، محتاج ان انا يجي كهرباء على الطرف اي واحد، او يجي لاين على الاي واحد. حلو قوي. طب بص اللاين ده بقى جاي ازاي؟ داخل هنا على المفتاح البريشر سويتش او مفتاح الضغط اللي هو في الكمبريسور، وطالع منه على النورمال كلوز كونتاكت. النقطتين دول بيبقوا مقفولين لو ما حصلش اوفرلود او الدنيا تمام معايا ما فيش اي مشاكل. لو حصلت مشكلة الطرفين النورمال كلوز دول بيفتحوا، بيبقوا اوبن تمام كده، ويبدأ يتوصل على الايه الفيزا. فالفيزا هتيجي تخش تمشي تلاقي الطرف ده مقفول، تروح ايه معدية راحة هتلاقي الطرف برضو ده انا موصله هنا على النقطتين هنا النورمال كلوزد جوه في البريشر سويتش، موصله على النورمال كلوزد، هيروحوا على يشغل على طول. يبقى اول ما هرفع الايه السويتشات دي الايه الكونتاكتور هي اللاين النيوترال واللاين هيجوله هيشتغل، وهيوصل التلاتة فيز للموتور والكمبريسور هيشتغل. طب امتى هيفصل؟ هيفصل لما الضغط يزيد جوه، فالبريشر سويتش يحس بالضغط ان هو وصل مثلا لعشرة بار، يبدأ يفتح، يبدأ النقطة دي اللي فوق والنقطة اللي تحت اللي هي كانت نورمالي كلوزد تبدأ تبقى ايه نورمالي اوبن، هتفتح. فبالتالي الكهرباء هتفصل عن مين؟ هتفصل على الطرف الاي واحد، وبالتالي الكونتاكتور هيفصل هيفتح، وبالتالي التلاتة فاز مش هيروحوا يشغل الموتور، فالموتور هيوقف. تمام كده؟ تمام. دي برضو نفس الدايرة بتوضيح هنا للبريشر سويتش من جوه، ان النقطتين اللي انا موصل عليهم دول نورمالي كلوزد. تمام، نورمالي كلوزد. امتى بيفتحوا؟ طيب نبص كده على الدايرة دي ماشية ازاي. ادي دول هنا التلاتة فاز، ده دي الروزيتا او البانل بتاع الموتور. ادي التلاتة فاز داخلين على الاوفرلود زي ما احنا قلنا، وادي النقطة 95 و96 اللي هي النورمال كلوزد بتاع الاوفرلود، الاوفرلود رايحة على النقطة النورمال كلوزد في البريشر سويتش، وراحة على الطرف 2 عشان تشغله وتديله كهرباء. طيب انا عندي هنا في البريشر سويتش في حاجتين، كاتن اللي هو امتى بيشتغل بيبقى نورمال كلوزد عند 4 بار. طب لما الضغط بيزيد بيوصل مثلا هنا 6 بار او 10 بار حسب انا ظابطه على ايه، بيبدأ النقطة دي بتفتح عشان ايه الكمبريسور ايه الموتور يفصل والكمبريسور الضغط يقل من عليه. طبعا المفتاح ده مهم جدا، لان لو الضغط قعد يزيد عن حد معين ممكن لا قدر الله يحصل انفجار للتانك دوت، لان مش هيستحمل طبعا الضغط اللي هو ايه ازيد. فبالتالي عاملين له ايه السيفتي سويتش دوت او البريشر سويتش ده اللي هو بيفصل عند هنا مثلا لو في الحاله بتاعتها دي عند 6 بار، يبدا يفضل فاصل، يبدا النقطه دي هتبقى نورمالي اوبن هتفتح، فبالتالي الكهرباء هتفصل هنا، ترجع توصل تاني ترجع تبقى نورمالي كلوز تاني اول ما الضغط ينزل عند ايه 4 بار. طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وطبعا دعموكوا لينا، وانتوا تعملوا سبسكرايب وشير في القناة للقناة، ولو تعرفوا حد مهتم بالمحتوى بتاعنا بتاع الاوتوميشن والماكينات الصناعية فياريت تشيروا الفيديو. شكرا لكم، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية.